السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف من عالم يوسف. النهاردة احنا هنعمل فيديو جديد وهنلعب فول جايز ان شاء الله. عندنا اول ماب ديجي تريك، ماشي تمام. الماب دي من المابات الجديدة اللي لسه متضافة في كرييتيف، وهي تقريبا سهلة يعني ما فيهاش اي مشاكل، فغالبا هعرف اعديها بسهولة ان شاء الله. ف يعني ان شاء الله نعمل كواليفاير راوند دوت. وانا حاليا تالت واحد اصلا، فدي حاجة كويسة لحد دلوقتي ماشي فيه يعني بمعدل كويس. يعني هنا ديت هفضل الايف ونط عشان امشي اسرع، بس في هنا على الانف اللي قدامي ده، بس انا حاليا اول واحد فحاجة كويسة. ماشي اوكي، انا خبطت على طول، بس انا لسه برضو يعني في المراكز الاولى، مفيش اي مشاكل. يعني دي ناس اروح على الجنب عشان بس مش عايز اتخبط منها، هو في ناس عارفة يعدوا منها، بس انا خفت ان انا اقع عشان لو وقعت ساعتها ممكن بقى اعيد من اول. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. انا نطيت لورا، عطلي فن يا جدعان، ما حدش ياخد في باله. وبس عملت كواليفاي المركز التاني تقريبا، فحلو مش وحش، من الاوائل برضو يعني. وانا صحيح كنت الاول، بس يعني مش مشكله برضو، اول من تامن من ما فرقتش يعني يا جدعان، ما فرقتش. وخلاص كده باقي اخر 7 اشخاص، وبعد خلاص اخر 4 يعملوا كواليفاي، وبعد الراوند ده يخلص اخر واحد خلاص. وبس خلاص كده الراوند اوفر، ونشوف بقى الراوند التاني هيبقى ايه. مات من 38 واحد، ناس قد كده مش قد كده قوي يعني، هما تقريبا 10 11 مثلا. والراوند التاني تراك اتاك، تنحت. اما مثلا الراوند التاني تراك اتاك، وبرضو الراوند دوت سهل مش صعب، غير يعني لو عملت اي حاجة هبلة كده او كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وماشي لسه بقول يعني اللي لو عملت حركة هبلة كده ولا كده قمت حرفيا نطيت نطة انتحارية، بس مش مشكلة برضو. في ناس بتقول اصلا الطريقة اللي تحت اسرع، بس انا لسه هكمل كده. نعدي بقى من هنا، انا مش عارف انا ليه نطيت، بس انا افتكرت هقع فيتني منطيتش، بس يلا مش مشكلة. انا برضو في معدل حلو برضو يعني، انا برضو غالبا من الاوائل، ممكن اكون مثلا تامن مثلا واحد كده. ايه لا كنت عاشر واحد عامل كواليفاي، ينزل انا كان قصدي اعمل كواليفاي. ماشي انا عاشر واحد عامل كواليفاي، والراوند خلص بسرعة، مش وحش يعني، لسه في مستوى حلو. ف نشوف بقى الراوند التاني هيبقى ايه، يا رب برضه يبقى راوند سهل زي الراوندات اللي عدت ديت. الراوند التاني تيبتو، حلو تيبتو راوند سهل. هو انا ملعبتوش بقالي مدة طويلة جدا، من ساعة ما اللعبة كانت مجانية يعني، ولكن يعني الراوند سهل. كل اللي هعمله اخلي اللي قدامي ان هما يفضلوا ماشيين قدامي، وبعدها هما يضحوا وانا اعرف الطريق، ولكن يعني المفروض ان انا احاول مقعش. هحاول انط هناك، يلا 3 2 1 جامب، مش انا علقت في واحد، بس مش مشكلة يعني. هو انا اخر اقع دلوقتي علشان لو يعني اقدر الحق اوصل لهم تاني، بس انا لو وقعت تاني بقى اعتقد لو وقعت وانا هناك يعني، لو وقعت وانا هنا دلوقتي اعتقدش ان انا ممكن اقعد الحق، عشان احنا خلاص يعني باقي لنا اخر 2 نعرفهم وخلاص كده. والناس بسم الله ما شاء الله قد كده، بس انا اعتقد ان في ايتس هنا، بس انا مش هاخده عشان انا عارف ان لو اخدته هنط، انا مش عايز اضحي بصراحة يعني. لو الايتس ده كان في الاول كنت هاخده. واعتقد بقى ان هي هنا، بس انا خايف. ايوه هي هنا، يلا بسرعة 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 بسرعة. الحمد لله لحقت اعمل كواليفاي، يعني حرفيا تقريبا اخر واحد عملت كواليفاي. انا حسيتك اني خلاص مش هعمل كواليفاي، انا مرة واحدة كده شخصيتي وقفت، افتكرت اني مش هلحق، ولكن نو بروبلم. باخر راوند تقريبا وبعدها الفاينل، عشان احنا يبقى عددنا قليل قوي. وبسي ليجندز، وبسي ليجندز ديت لعبتها تقريبا حبة محترمة،
بس انا كل مره بخسر فيها، فيا رب تبقى المره دي غير، عشان انا دايما بعيد جدا عن الهوبس. بس انا هنا جنب واحد، فجنب واحده اروح لها بسرعه. اوكي لحقتها، تمام لحقتها. بعد ده بقى احاول اطلع بقى هنا من فوق. شفت مرة حد بيعمل كده؟ ماشي، انا فشلت بكل الوسائل حرفيا، انا مش عارف ازاي فشلت كده. في واحدة هنا بس مش هلحق اروحها، بس ممكن بقى اللي بعدها ديت الحق اوصلها قبل. انا وصلتها قبله، تمام. انا وقعت ده، لا الحمد لله ان هو يعني حرفيا كان عنده فرصة ان هو يطلع. وفي واحدة ليجندري هنا كمان، والحمد لله انا لوحدي. حلو تمام، انا حرفيا تاني واحد عامل كواليفاي جامد جدا. المفروض بقى ان هنا تمانية بس اللي هيعملوا كواليفاي، فالمفروض بقى ان احنا خلاص يعني تبقى الفاينل راوند بعد ديت. وعموما باقي تلاتة بس هما اللي يعملوا، باقي تلاتة بس هما اللي يعملوا كواليفاي دلوقتي. اتنين دلوقتي بقى اخر واحد وخلاص، غالبا هيبقى واحد من الاخضر او الاسود ده. الاخضر عامل كواليفاي، ماشي حلو. دلوقتي ده المفروض يبقى الفاينل راوند. نشوف بقى الفاينل راوند هيبقى ايه. جامب شو داون ده الفاينل راوند. جامب شو داون المفروض من اكتر المبات الفاينل اللي انا بحبها، فانا ما عنديش مشكله فيها قوي بصراحه. فبسم الله الرحمن الرحيم ولا جميل. هو في حاجه بقى لاحظتها، ان في دلوقتي تايمر تحت الاليمينيتد بلايرز. تقريبا التايمر دوت بيعرفنا لو في، بيعرفنا يعني التايمر لو خلص يبقى كل الناس اللي عايشه تكسب اعتقد كده. بس انا عموما يعني ما اعتقدش اني هعرف اعيش يعني كل المده ديت. وبرده حاجه تانية لاحظتها برضو، ان البلوكات اللي على الارض ديت بتقع بسرعه جدا. يعني لسه بادئين الماتش تقريبا من نص دقيقه، وحرفيا كل حاجه قاعده بتقع كده. ثلاثه وقعوا كده، بس عموما مفيش اي مشاكل دلوقتي. والراجل اللي هناك ده برضو محظوظ، عشان هو حرفيا قاعد في حتتين لوحده. ماشي، واحدة من عنده كسرت وقع. وقع مات. أول ما أنا قلت إن هو محظوظ قاعد في البلوكتين لوحده، قام وقع مات. ماشي، ودلوقتي في البلوك اللي جنبنا دي برضه هتقع. ماشي، يا رب بقى البلوك بقى اللي هناك لوحدها دي تقع، عشان يبقى عندنا مسافة هنا. وفي واحد تاني برضه هنا مات. باقي 3 دقايق و40 ثانية. البلوكة اللي هناك الحمد لله هي اللي بتقع، حاجة كويسة جدا. دلوقتي احنا عندنا البلوكتين دول نقعد فيهم براحتنا. والتالت هو لسه ميت. باقي كده اخر اربعة، فا يا رب افضل عامل كويس، يا رب معملش اي حركة غبية. ماشي استنى حركة غبية، بس الحمد لله يعني ربنا ستر موقعتش. في واحد مات، واحد تاني مات، دلوقتي 5 ميتين وباقي اخر 2. الحمد لله مفيش حد بيمسك لحد دلوقتي، ففضلت بالوالدة هكسب. انا ملحقتش اتكلم على فكرة، انا نطيت بالصوت ونطش، او انا يعني ماشي مصفيش. وبس هو ده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.